انا مش هعرف اعزف جيتار، انا زهقت. ينفع؟ انت عزفت يا بتاع البيانو، وجعت دماغنا. اهلا بيكم. رسالة وصلتني على القناة في تعليق صغير جدا، انا زهقت يا شباب مش هعرف اعزف تاني، الجيتار للبيع، من صديقة اسمها رغد. طبعا الرسالة ألمتني جدا. ليه؟ لان واضح ان الناس، في ناس كتيرة ما وصلت لهاش الطريقة الصحيحة ان احنا ازاي نبدأ على الجيتار لما تبدأ خالص كمبتدئ، فضلا عن الرسائل اللي بتجيني عن ناس مبتدئين بيقولوا احنا عايزين نشتري جيتار، ايه رأيك في الماركة الفلانية او الماركة العلانية او تسمع. طبعا انا متفهم هم بيبقوا متلهفين على انهم يعرفوا الجيتار اللي شافوه دوت في المحل وتمنه يعتبر مناسب بالنسبة لهم، هل ده يعتبر حاجة كويسة ولا لا؟ ما يعرفوش، هم لسه مبتدئين خالص. انت كأنك داخل على مجال جديد وعاوز تعرف انت هترمي فلوسك في ايه او هتضيع فلوسك في ايه، هل هي هتبقى حاجة استثمار كويس ولا دي حاجة وحشة، وانت بتبقى زي ما يكون واحد دخلوه اوضة ضلمة مش عارف ايه اللي فيها. ده كلام سليم طبعا. فاحنا النهاردة كده هنعمل حلقة يعني فريش جدا للمبتدئ اللي هو مفيش في ايده جيتار خالص، وهيروح هيشتري جيتار وهيبدأ عليه ازاي. طب ويتوقع ايه؟ لان في ناس كتيرة بتشتري الجيتار وبتتوقع انها اول ما هتمسكه هتروح مطلعة مزيكا زي الناس اللي بتشوفها بتعزف على اليوتيوب او الناس اللي بتعزف في التلفزيون. خلاص بقى الموضوع ده جيتار في ايدي، وواحد هيقول لي بس تعزف ازاي، وهو 3 4 ايام وهبقى بعزف. مش صحيح طبعا الكلام ده. نجيب الجيتار الاول. جيتار في ايدي اهو. طب ايه الجيتار ده؟ اسمه حنفي، اسمه اي اسم هتلاقيه موجود عندك في محل الجيتارات بتاعتك. اهم حاجة عندك انت وانت بتشتري الجيتار بيطلع صوت، صوت حلو وعالي. لو بصيت على الاوتار من الجنب هتلاقي الاكشن بتاعته، يعني الاكشن اللي هو ارتفاع الوتر عن المسطرة، مش عالي قوي، بحيث انك انت ممكن تحط ايدك هنا وتطلع صوت، يعني تحط ايدك هنا تطلع صوت، مفيش بقى زن، بس لازم تضغط كويس طبعا، انك لو ضغطت بالراحة مش هيعزف، فانت لازم تعفق جامد جدا في النص كده. لو طلع صوت لغاية الفريت اللي في النص دي نمرة 5 او نمرة 7 خلاص، يعني لو ما طلعش زن ولا طلع نوتة ميتة ولا طلع حاجة، اعتقد ده هيكفي جدا في المرحلة اللي احنا فيها ديت ان الجيتار ده يبقى مناسب ليك، سواء اكوستيك سواء كلاسيك سواء اي حاجة. اهم حاجة ايدك تتحط عليها تحس انك انت مرتاح، مسطرة الجيتار قطرها مناسب لايدك، ما تبقاش انت ايدك صغيرة وجايب جيتار كبير او ايدك كبيرة وجايب جيتار صغير، فانت تشوف براحتك انت عليه. بس يا جماعة مش كيمياء الموضوع، مش هيبقى صعب جدا انك انت تنقي حتى آلة مناسبة بدون ما يكون معاك حد بيفهم في الجيتار وبيعزف. طبعا ده افضل شيء انك تاخد حد بيعزف معاك، بس ساعات ما بيبقاش متوفر ليك هذا الامر. غالبا لو كان مدرس الموسيقى بتاعك طبعا يبقى افضل بكتير جدا، لان هو هيبقى عارف بالظبط هو بيعمل ايه. طيب خلاص احنا رحنا دلوقتي محل الجيتارات ونقينا جيتار حلو، الاوتار اللي عليه لازم تكون سليمه، وتخلي الجيتار يتظبط لك في المحل، خلي الراجل اللي بيقفل المحل نفسه يظبط لك الجيتار. يعني يظبط الجيتار يعني اعمل لي ده مي وده لا وده ري وده سول وده سي وده مي، وتسمعهم كلهم على التيونر، يوريهم لك على جهاز التيونر ان دول بيتعزفوا وبيطلعوا النغمات دي. لو لقيت النغمات دي مش عارف هو يطلعها، ده معناه انك انت نفسك مش هتعرف تطلعها لما تروح البيت، فهات جيتار تاني غيره. ماشي كده؟ لو طلعه لك بس الصوت يعني هو قال لك الاوتار قديمه او لقيتها انت مصديه بس الصوت طالع نقي وسليم ومفيش اي مشكله فيه، بس لقيت الاوتار مصديه وشكلها مش حلو وبتاع وكده، ماشي ممكن تجيب طقم اوتار وتقول له يركبه لك مقابل انك هتدفع بس شويه زياده. بس اهم حاجه تجيب حاجه جديده خالص، طقم اوتار جديد بجيتار جديد، وهتسمع حاجه كويسه جدا. طيب خرجت من المحل والجيتار بيرن الرن مظبوط كده، والاوتار مي لا ري سول سي مي، مش شرط انت تكون عارف ديت، بس على التيونر كل حاجه بتيجي على التيونر مظبوطه. ويا حبذا لو كان في محل الجيتارات حد بيعزف جيتارات، ولازم يكون في حد بيعزف جيتارات في محل الجيتارات، يعمل عليه اي حاجه قدامك فانت هتسمع الكواليتي
بتاع الجيتار بتاعك ده. كان زمان بيعدي في الشوارع في مصر راجل بيبيع ربابة، ربابة دي اللي هي عبارة عن نوع من الآلات الموسيقية معمولة من أيام الفراعنة. فكان الراجل بتاع الربابة ده جايب قفص كبير فيه الربابات بتاعته ديت اللي بيبيعها كل واحدة بشيلين تقريبا، ويعزف عليها وهو في ايده ربابة تانية بس شكلها غيرهم. انت دايما بتقول اللي في ايده دي مش غير البتاع اللي في القفص دي. ابتدوا بقى البياعين يلتفتوا للموضوع ده، فبقى يشيل ربابه زي اللي في القفص بالظبط ويعزف عليها، وبيعزف حاجات جميله جدا. فانت تقول هل الربابه اللي في ايده دي مختلفه عن اللي شويه في القفص دول؟ فبقى لو انت بقى واد ناصح عيل ناصح بقى وبتاع، وانت بتشتري الربابه بتاعته تقول له لا انا عايز اللي في ايدك، لو اديها لك خلاص يبقى دي كلها كله زي بعضه وهي هتطلع الصوت الحلو ده، لو ما ادالكش قول له طب خلاص اللي هشتريها من القفص دي اعزف بيها اللي انت عملته ده كده، وياخدها ويعزف ويجرب قدامك يعني. فدي كانت الطريقه لشراء الربابه وانا عندي 8 9 سنين يعني. فانت اما تيجي تروح تشتري جيتار والراجل يقول لك، يقول لك ده احسن جيتار في العالم وثمنه 10 دولار يعني، 10 دولار واحسن جيتار في العالم، طب خده اعزفه كده يا حاج وريني بس بيعمل ايه. فاو هات حسن من المخزن عندك بيعزف جيتار يورينا الجيتار ده بيعزف ايه، وتشوف حسن ده هيعزف الجيتار ده ولا مش هيعزفه. فانت ابتدي جرب يعني، واخد بالك، وما تخرجش من المحل وانت شاري حاجه غميضي. ما تشتريش جيتار في صندوق، ما تشتريش جيتار من ويب سايت وانت مش عارف انت هتشتري ايه. انا مش بقول ان ضد الشراء اونلاين، لو انت عارف انت هتشتري ايه وعندك الخبره الكافيه انك تحكم على الماركات والانواع وهتشتري الحاجه اللي انت عاوزها ومنشن عليها وعارف انت بتعمل ايه، اشتري اونلاين باي اول مينز يعني، اللي انت عاوزه اعمله. ولكن لو انت يعني مبتدئ لسه ومفترض ان ما معكش حد خبره وبتاع، روح المحل يا اخي وخليك ناصح شويه. الجيتار اللي يديهولك يعزف لك عليه ويشوف لك الاوتار بتاعته ويظبطها وتتأكد ان كل خليه هو يعدي على فريت فريت كده يطلع لك منها صوت، بس ما تطلعش زنة ما تطلعش منها صوت وحش. فانت تتأكد انك انك اشتريت بيانو كده كل مفتاح على البيانو بيطلع صوت. شوف ببساطة كل مفتاح على البيانو بيطلع صوت. تخيل انك اشتريت كيبورد وخدتها غمدي كده ورحت في البيت ولقيت مفتاح في النص ما بيشتغلش، هو ده بالظبط كأنه جيتار نغمة هنا في النص ما بتشتغلش. طب لو نغمة هنا وما اشتغلتش، كم جيتار او كم مقطوعة انت هتعزفها في حياتك هتضطر تحط ايدك تهبشها كده جنب الفتحة بتاعت الجيتار؟ طبعا انا لو لقيت حتى نوتة فيها يعني مقطوعة كده خلاص يعني الفزلكة حبكت ان انا هحط النوت العالية دي في غرض ما في التأليف. ناس بتحط حاجات مندي وبتاع، بس احنا بنتكلم يا جماعة على ليفل الناس بتعزف حاجات تبتدي ترفع عن نفسها، تعزف شوية حاجات للاغاني للمقطوعات الموسيقية الخفيفة. الكلام ده كله مش شرط هتخش بقى في الموضوع المعقد ده، محتاج بقى نعلي الجيتار شوية ماشي مفيش مشكلة. كل واحد منا بيبدأ بجيتار وممكن في لما توفر ليه فلوس وموارد بعد فترة يشتري جيتار احسن واعلى. مفيش جيتار في الدنيا ملوش اعلى منه، في حاجات دايما هتلاقي الحاجة تلاقي اللي فيه الاعلى منه وفي الاعلى منه وفي الغالي وفي الغالي وفي الاغلى وفي الاغلى، وكل واحد بقى بيوزن التمن بتاعه مقابل الفايدة اللي هتجيله من الجيتار ده. طيب خلاص اوكي انا كده اشتريت الجيتار والراجل عزف لي عليه او تاكدت ان كل النوت عليه سليمه والاوتار بتاعتي سليمه ومظبوط. مظبوط يعني ايه؟ يعني كل نوته كل وتر منفرد بيدي النوته اللي هو المفروض يديها لما يروح البيت الواحد. طبعا ما تتوقعش لما بتشتري اوتار جديده انها هتفضل كده، لا بتقعد لها مثلا اسبوع مثلا الاوتار بترخي شويه. فانت لما بتجيب جهاز تيونر او الابس بتاعت الموبايل دلوقتي او انك انت الكمبيوتر حتى كمان معاك ميكروفون اي حاجه بس تلقط صوت من الجيتار حطه قدام الجيتار وسمع الموبايل بتاعك الجيتار، فحي على التطبيق بتاع التيونر دوت هتقدر تعرف الاوتار كل شويه تظبطها. فانت كل ما تيجي تعزف كل يوم قبل ما تعزف اظبط الاوتار بتاعت الجيتار، وخلي دوت نوع من البيست براكتس او الطريقة المثلى. دايما اما تمسك الجيتار اول حاجة تعملها تركب التيونر عليه وتشوف ايه الجيتار بتاعك مظبوط ولا لا. في كل الاحوال حتى لو كنت بتعزف في الاوبرا وانت خلاص كبرت وبقيت عازف شاطر وبتاع وكده في الفن، فهتيجي اول حاجة بتعملها بتروح شابك التيونر بتاعك وعامل تشيك على الجيتار ان الجيتار مظبوط واوتاره مظبوطه. ساعات كمان لما بجيب الاوتار جديده كل يمكن نص ساعه ساعه كده تروح مجرب الاوتار تاني وتشوف، لان الاوتار ليها شد معين. اما بتركب الاوتار الجديده بتبقى الاوتار مضغوطه، مجرد ما بتبتدي بقى الشد بتاعها ده يخلي الاوتار عايزه توصل للماكسيمم بتاعها في الشد وكده، فتاخد وقت على ما الوتر يستقر وكمان مسطره الجيتار تستقر معاه. واخد بالك مجرد ما بيستقروا الاثنين بعد فتره بسيطه جدا هتلاقي الجيتار بيحافظ على الضبط بتاعه على الاقل في الفتره اللي انت بتعزف فيها. انما كل يوم كل ما تمسك الجيتار حط تيونر وجرب الضبط بتاعه. انا ظبطت الجيتار دلوقتي خلاص انا يعني اعزف بقى اطلع النغمات اللي بيعملوها العيال على اليوتيوب دي وبتاع،
طبعا لا يعني بالعقل كده. الجيتار آلة غير البيانو، البيانو انت شايف مفاتيح بيضة ومفاتيح سودة، بتحط صباعك على المفتاح بيطلع النوتة. الجيتار مش كده، الجيتار انت شايف فريتس. طب الفريتس ديت ايه اللي عليها ده؟ معرفش. طب فين المفتاح البيضة؟ معرفش. طب البيانو فين؟ طب الدو فين؟ معرفش. ما حد لازم نعرف الكلام ده. انت هتعرف بالظبط الفريتس دي اسميها ايه، بس لسه شويه، استنى استنى، في حاجات قبل كده هتعرفها. ايه هي اللي هتعرفها قبل ما تعرف اسامي النوت على الاوتار؟ انت لازم ايدك الاول تعرف تطلع نوته من على الاوتار، سواء بتعزف بايدك بتعزف بريشه، لازم تحط صباعك هنا وتطلع الصوت نقي، ومش صوت من صباع واحد، ده انت لازم تستعمل ال4 صوابع، لازم كل حاجة تطلع. لو حطيت صباعك اي صباع في اي فريت، لو حطيت اي صباع في اي نوتة، لازم هتطلع صوت نقي ما فيهوش ده. ده مش صوت، ده دليل انك مش عافق الجيتار كويس، صوابعك لسه ضعيفه. التمرينات اللي احنا عملناها، راجع الحلقه بتاعتنا بتاعت التمرينات اليوميه والتدريبات، وانا هزود كمان كام حلقه كده في كام تدريب كده شفتهم عجبوني. ف حلقات التمرينات دي تحاول تبص عليها، ايه التمرينات اللي تعملها، ودي عامله زي الايروبكس. انت عمرك شفت لعيبه الكوره بيروحوا جايبين الكوره ونازلين يروحوا حاطين الكوره ولاعبين، مش لازم يسخنوا الاول والعضلات بتاعتهم تحصل لها نوع من التدريب؟ التسخين ده بيعملوه يوميا على فكره، كل التسخين ده في التدريبات بتاعتهم اليوميه بيتعمل كل يوم. فده عامل زي التدريبات السويدي بتاعت اللياقه البدنيه كده بتاع، لازم ايدك تاخد على الجيتار. ده وضع غريب يا جماعه، انت حاطط ايدك على حاجه غريبه ما حطيتهاش قبل كده، والايد التانيه بتعمل حاجه تانيه، فلازم الايدين دول يشتغلوا مع بعض ويشتغلوا على الجهاز الجديد دوت ويضغط صح، والعضلات الزغنطوطه الضعيفه بتاعت الصوابع دي تاخد على انها ازاي تضغط على اوتار وتطلع حاجه مثلا زي كده. كل الاوتار شغاله مع بعض والايد كلها شغاله مع بعض، والايد التانيه بتعزف الناحيه التانيه حاجه تانيه خالص. فانت دي حركه غريبه على اليد، لازم حاجه بيسموها ذاكره العضلات. ذاكره العضلات دي ما بتاخدش يوم ولا يومين ولا ثلاثه، دي ممكن تاخد اسابيع وشهور. ولما بفي تكنيكات صعبه في ناس بتصبر عليها كمان سنه واتنين لغايه ما تتقن التكنيكات بقى بتاعت السرعه والحاجات، الناس اللي بتعمل سولوهات عاليه جدا وبتاع. فلازم تتقبل انك انت الجيتار انت هتقعد 6 شهور تعك بقى في تمرينات بتاعت تدريبات الايد وتدريبات المش عارف ايه وكذا 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 وكذا، ومش هتقدر تسمع الحان حلوه الناس تقول عليها الله ايه ده، ده انت بتعزف جيتار يا كابتن. مش هيحصل قبل شهور، 3 4 5 6 شهور. لو انت يعني ولد بتشتغل كل يوم فعلا ساعه، اعتقد انك انت في خلال 6 شهور هتكون جيتاريست مقبول جدا وممتاز، وتقدر تعمل انترتينمنت للناس اللي حواليك، وفي نفس الوقت لما انت هتعمل لهم الكلام ده هتتشجع انت اكتر وتدور على اكتر. فحاول تستحمل بس اول 6 شهور وتتمرن ساعه كل يوم، غير كده بعد ال6 شهور دول انت هتفاجئ بانك انت اتقنت الموضوع ده. الموضوع يا جماعه هي ساعات عمل، عشان تتقن اي شيء في الدنيا لازم عدد معين من ساعات العالم. سامع يا حاج انت؟ يعني لازم تتقن العمل دوت بانك انت تكرره كذا مره كذا مره كذا مره لعدد معين من المرات علشان انك انت تعرف تتقنه. فما تقوليش تاني بقى هسيب الجيتار والكلام ده، هو سامعني. فانك انت تتقن الجيتار محتاج عدد ساعات العمل ديت، العضلات دي ساعتك مره في 2 في 3 في 4 تبتدي تفتكر الحركه دي، الاشاره بتاعت المخ تعرف ترسل الاشاره للصباع المناسب في الوقت المناسب. ده بياخد وقت معايا في التدريب، فاصبر 6 شهور دول وانت هتعمل هتبقى كويس. طب انا هعمل بس تدريبات اللياقه دي وهبقى كويس في الجيتار؟ لا طبعا، انت كده كانك واحد لعيب كوره فضل يتمرن سويدي وبتاع لما عضلات رجله وقد كده، بقت العضله الواحده قد كده دلوقتي، بس مخه مفيش كوره خالص فيه، ما اتمرنش بالكوره خالص. يعني ايه ما اتمرنش بالكوره؟ ما لعبش ماتش، ما لعبش وينج يمين وباك شمال ومش عارف ايه، وقالوا له الخطه ترجع تدافع وتتهاجم امتى وتعمل الكلام ده كله. فلعيب الكوره ده هو عضلاته حلوه جدا وكبير زي بتاع كمال الاجسام كده، بس ما بلوش في الكوره. ما مش هيبقى لعيب كوره طبعا. الجزء الثاني بقى بتاع الحرفنه بتاعت الكوره، اللي هو الجزء بتاع مهارات الكوره. الجيتار مش انك انت تعمل تمارين ايروبكس عليه، لا خالص، الجيتار انك انت تعرف تعمل سلم وتعمل ازمنه مختلفه فيطلع لحن من السلم.
وتعمل كوردات، الكوردات دي هتبقى مصاحبة الهارمونية. وتعرف إيقاعات. وتعرف تعمل ستايل كمان فلامنكو. مثلا ده بقى المهارات اللي انت هتكتسبك عازف. طب انت هتعزف كلاسيك ولا الكتريك ولا اكوستيك؟ كل القواعد دي تسري على الجميع. الجيتار اللي انت عاوز تعزفه هتعزفه وهتتبع القواعد دي هتوصل. يعني معناها هتمرن ايروبكس، ان ايدي هتبقى واخدة على الجيتار واتحرك على الجيتار وابقى ايدي واخدة عليه واحبه احضنه كده والاقي ايدي ماشية امسك الجيتار روح ماسكه على طول. ايه ده انا عايز اعمل جملة دي. مثلا حبيت اعمل الجمله دي فامسك الجيتار وانا ايدي بصباع واحد بصباعين بعشرة بريشه، اهم حاجه تطلع صوت منه. شفت عازف جيتار بيعزف بالابهام بتاعه ماشي شغال اعزف اللي انت تقدر تطلع الصوت بيتحس انك مرتاح وبتطلع صوت حلو وبتطلع جيتار حلو خلاص حلو جدا ماشي كمل فيه. اللي مفيش تنازل عنه طبعا ايد الشمال، انك انت تبقى عارف ايدك محطوطه فين وظبطه الجيتار فين، لان ظبطه الاوتار باسامي معينه خلت النوته دي لا وخلت النوته دي مي واخد بالك وخلت النوته دي دو وخلت النوته دي سول، فلازم تبقى عارف الكلام ده كله. وهحفظ النوت اللي على المسطره، اول حاجه هتمرن الايروبكس هحفظ النوت اسميها على المسطره ايه، هتمرن شويه سلالم احفظ على الاقل وضعين ثلاثه من السلالم بحيث ان انا اقدر اعمل بقى النوت بتاعتي والمزيكا بتاعتي بالسلالم بتاعتي الطريقه بتاعتي دي اللي على الجيتار. انا ما بقدرش اشوف المفاتيح البيضاء والسوداء فهحفظ وضع معين للسلالم هيتيح لي ان انا اقدر اعمل الحاني واقدر اعمل الارتجال بتاعي. واحفظ شويه كوردات، كوردات اللي هي معناها ان النغمات بتبقى مع بعض، يعني بتبقى اكتر من وتر بيتعزف في نفس الوقت بايقاع معين، ده عشان اقدر اعمل مصاحبه. واقدر اعمل اتدرب على كذا ايقاع واتدرب على كذا طريقه. طبعا كل ما انت هتتقدم اكتر هتحفظ اوضاع مختلفه للسلالم، لان انا مش هحفظ وضع واحد يخليني اعمل السلم السول من هنا بس. طب انا عايز اعمل سول من هنا، طب اعمله ازاي؟ لازم تحفظ كذا وضع عشان تقدر تتحرك على مسطرة الجيتار. وبعدين كمان الكوردات، انا ممكن اعمل كورد الدو ماجير هنا بس انا عايز دو هنا، طب اعمله ازاي؟ لازم اعرف طريقة تانية هقدر اعزف بيها الدو من حتة تانية. ده عشان كده الكوردات النوع الواحد بتلاقي ليه كذا وضع عشان انت تقدر تعزفه باصوات مختلفة. شايف الدو هنا ماجير حد ازاي؟ شوف الدو ماجير هنا راسي ازاي؟ نشوف الدو اللي في بينهم الاثنين. طب شوف الدو ده، كل دول دوهات بس اختلفت النوت بتاعته اللي بتبقى في البيز والنوت اللي بتبقى اغلظ واحده بتبقى مي هنا، اغلظ واحده بتبقى صول هنا، اغلظ واحده بتبقى دو هنا، على حسب ان الغلظه بتاعته والصوت الحد بتاعه فين اخر دو كده. فانت لازم تعرف بس الاوضاع عشان تقدر تتحرك على المسطره. كل مكان الهارموني بتاعك كله من مكان قريب من بعضيه كل مكان ده نجاح، بحيث انك انت ما بتتحركش كتير. انا عايز اعمل من السلم بتاعي اللي هنا سلم دو ماجير، فانا اقدر اعمل الكوردات اللي هنا مثلا اللي انا عايزها دو ري مينير واللا مينير مثلا، واعمل هنا والسول ماجير مثلا من هنا يتعمل برضو، واخد بالك؟ فا ماجير. فانا اقدر اعمل من المكان دوت الكوردات بتاعتي بتاعت سلم واحد من مكان واحد، فده يبقى نجاح ليك كراجل بتاع هارمون، انك بتقرب كل حاجة من بعضيها وتقدر تتحرك في السلم بتاعك انت كل ما حفظت اوضاع معينة للكوردات. وكذلك بالنسبة للسلالم، اتمنى اكون وضحت الامور بالنسبه لاي حد هيبدا خالص على الجيتار. وبطلب الناس ما تزهقش، وبطلب من رغد ما تبيعيش الجيتار يا رغد، حاولي تاني وتالت، وباذن الله كل واحد بيحاول وبيحاول بذمه وبيحاول وبيعمل اللي بيتقال عليه، يعني بيتمرن كل يوم بيتمرن ساعه وبيتمرن زي ما قلنا، قسم وقت التدريب بتاعك تلت ساعه مش عارف سلالم وتلت ساعه كوردات وتلت ساعه مقطوعه، وابتدي لو عملت الكلام ده 6 شهور
اتحدى انك انت لازم هتوصل لنتيجه. مش ما فيش حد منا غبي، ما فيش حد غبي في الدنيا، انا مؤمن بهذا. كل واحد عنده القدره بالعقل البشري ده يوصل للي هو عايزه. فخليك كده جدع وامسك ورا الحلم بتاعك، وامسك ورا اللي انت عاوز تعمله. وانا يعني الفشل ممكن يكون مرحله بس، وممكن يكون نهايه، وانت اللي هتختار. سامع؟ قول لهم بقى اشوفكم الحلقه الجايه. بيقول لكم اهو اشوفكم الحلقه الجايه.